احنا طبعا بنتكلم عن البنت المصريه الطموحه والفتاه المصريه او الفتاه المصريه الطموحه والسيده المصريه الطموحه، علاقتها بالدنيا وعلاقتها بالطرف الاخر في الحياه. بنقول البنت بيعني فيها الطموح معاني كثيره جدا، السعاده لها ايضا معاني عند الفتاه المصريه والبنت المصريه. الحقيقه كل هذا الكلام والتساؤلات المختلفه والمحاور ايضا المؤديه إلى مفهوم السعادة والطموح، احنا معانا الحقيقة نموذج سيدة أستاذة مصرية، الأستاذة أماني التونسي، كاتبة ويعني مؤسسة إذاعة بناته بس. أهلا بيك معانا. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذة أماني كاتبة. متى بدأت رحلة الكتابة معاك؟ يعني من حوالي سنتين تقريبا، يعني بعد ما فتحت دار النشر. عندي دار نشر شبابيه بتنشر للشباب كتب بتاعتهم اسمها شباب بوكس. فكرت ان انا اكتب حاجه مختلفه، فكتبت عن كتاب اسمه الحاله الاجتماعيه المطلقه. قعدت اكتب فيه حوالي سنه ونص. الحاله الاجتماعيه المطلقه ده بعد مشاكل الخلع والكلام ده كله بالظبط، بعد مشاكل ما النسبه زادت. وبعدين في وسط ما انا بكتبه حصلت الثوره، فكتبت الكتاب بقى عن اليوميات بتاعتي كانت في وقت الثورة كانت عاملة ازاي. كان اسمه أماني بنت ميدان التحرير. بس كويس قوي الكتابة الأولى عن المشكلة الاجتماعية اللي حصلت في الشارع المصري أو في محيط الأسرة المصرية. مظبوط. هي مشكلة الطلاق اللي حقيقة اللي هو أساء للعلاقات الاجتماعية في الكيان المصري. طيب الحقيقة كانت في قاعدة بيقول، القاعدة دي بتقول من لا يقرأ لا يكتب ومن لا يسمع لا يتكلم. يعني مش دايما القاعده دي. لا انا بعتقد انها دائما، لانه كيف تكتبين قبل ان تقرئين وكيف تتكلمين وتحسنين الكلام قبل ان تسمعين لاطراف متعدده. اكيد. يعني قراءاتك الاولى كانت عن ايه قبل الشروع في الكتابه؟ يعني زمان بقى واحنا صغيرين وكده. كنت بحب اقرا في مكتبه والدي، كان في عنده نجيب محفوظ وكان عنده يوسف ادريس ويوسف السباعي ويعني الرجل الذي فقد ظله، ويعني في كتب كتير بحب اقراها. بس انا بحب يعني اكتب اكتر يعني، بس لان انا بحب انا بكتب بطريقه غير اللي انا قريتها خالص. بكتب بطريقه اللي هي زي ما احنا بنتكلم. ده غير ان انا ما بعتمدش على، بعتمد دايما على الواقع مش الخيالي والادب والرومانسي. يعني زي ما بتتكلم، يعني تكتبي زي ما بتتكلم، يعني بنتكلم زي احنا الحوار اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه. مش بيبقى لغه عربيه، بتبقى لغه عاميه. بكتب باللغه العاميه. يعني بيبقى ودخلت وراحت كلمت مامتها وقالت لها وكده، مش قالت لامها ولا لا. ما هو اصلا يعني بكتب باسلوب مختلف. ده قصه ثانيه. طب أستاذة أماني، أنت شايفة دلوقتي أنه أنا مش عايز أسألك عن سنك عشان لا عندي 28 مش عايزين سنة ندخل في القصة دي. لكن أنت شايفة دلوقتي أن البنت دلوقتي ما عادش عندها طاقة أنها تقرأ، عايزة تفتح تلفزيون وعايزة تقعد قدام النت، يعني عايزة معلومة سهلة وبسيطة تصل إليها. هي مش البنت بس، مش كله ده، كل الناس أعتقد كله. يعني نسبة شريحة كبيرة جدا من المجتمع، لأن احنا يعني كل الحاجات اللي اتربينا عليها ان احنا نقراها واحنا في المدرسة كانت مملة جدا. فكرهتنا في القراية. يعني مفيش حد، ما تعلمناش ان احنا نحب القراية، ما تعلمناش. فلكن يعني اللي بيقرا دول بيبقوا ناس قليلة جدا، وعلى فكرة بيبقوا مختلفين. يعني لأن بيبقى عندهم الخيال بتاعهم كويس وبيعرفوا يقروا وبيعرفوا يتكلموا وبيبقى عندهم ثقة في المعرفة. بالظبط. لكن بقى طبعا الرؤية والتلفزيون والحاجات دي غطت على طبعا أي حاجة في القراية. طيب يعني أستاذة أماني، الثقافة اليوم أقل من الثقافة بالأمس، مش كده؟ هو الوعي أعلى. الوعي أعلى، لكن الثقافه لو هتحطها ان انا اصلا ممكن في ناس تدخل تجيب المعلومه من الانترنت. فدي يعني مش هنقدر برضو نقول ان دلوقتي بقى بره مش بيقروا كتب بقى يسمعوها. يعني بقت يعني سمعية. كتاب كتب سمعية. في حاجه اسمها الاوديو بوكس بقت تتقري. فهي الفكره ان تطور المجتمع وتطور الدنيا نفسها هي اللي حكمت علينا ان احنا مش شرط ان انا اقعد علشان اطلع ب ب ب بحكمه ان انا اقعد اقرا الكتاب كله. لا، انا ممكن ادخل على النت واشوفها، لكن لو كتاب فعلا موضوعه بيفرض نفسه لا هشتريه واقراه. لكن الناس القديمه اللي زي حالاتي كده متعوده على في ناس الطريقه بتحب التقليديه. لو في ناس صغيره برضو بتحب طبعا الطريقه التقليديه ان امسك الصحافه اقلبها الصفحه الاولى والثانيه لحد ما انتهي. طبعا ما بقاش عندي قناعه
ان انا ادخل على النت عشان اشوف الصحافه وعلى حسب بقى التعود. حسب التعود، يعني هي بالظبط، على حسب مشكله التعود ممكن والاهتمام. اشوف الصحافه وايديا يحصل فيها حبر والكلام ده كله وطبع، لكن برضو ايوه متحمل لانها دي عاده تعودت عليها. مظبوط. طيب المعلومه دلوقتي عن طريق النت بتدخل العقل، يعني بتبقى يعني تدخل وتستقر، ولا بتبقى كده تدخل من ناحيه وتطلع من ناحيه تانية؟ على حسب العقل اللي بيستقبل على حسب المعلومة. العقل. يعني هي دي اللي ممكن، في ناس تقرا وخلاص، في ناس تقرا وتتعلم، في ناس تقرا وما تقتنعش، في ناس لازم تقرا الجورنال عشان تحس ان هو ده الخبر صحيح، في أي ناس الجورنال بالنسبة لها ده كله اخبار مش صحيحة. يعني في ناس ما بتشتريش جورنال في عمرها، يعني عارف ناس عمرها ما جابت الجورنال مثلا. بس يعني ده نوعية تانية. لا، بيدخلوا على النت ما يهتموش. يعني في ناس كتير قوي مش مهتمة بإيه اللي بيحصل دلوقتي، أو انتخابات أو مش طب انتخابات. كتبتي كم موضوع في يعني بنوعية كتاباتك؟ مقالات إيه يعني؟ كتبت عن الجواز المبكر، ايوه اللي هو ابتدوا يناقشوا تاني إن هو عايزين يلغوا سن الفرق بين الجواز بين المصرية والأجنبي في مجلس الشعب. في شكل موضوع ولا شكل مقال مقال. مقال بيتنشر، وبكتب بصفة دورية في الإذاعة بتاعتي، في المجلة في الإذاعة بتاعت بنات وبس. اي وبكتب سكريبت أفلام، طبعا الأفلام الوثائقية. احنا لسه كان واخدين جايزة من يعني اليونسكو. السيناريو بكتب سكريبت، واخدين لسه جايزة في مهرجان من اليونسكو في بيروت، على فيلم كان بيتكلم عن مصابين الثورة اسمه الناس دول. ده من إخراج المخرج محمد هشام وإنتاج ليديا جبريال، وأنا كنت الإكزيكتيف بروديوسر في الفيلم. يعني بكتب مواضيع كتير مختلفة يعني. ايوه فيعني بس أنا مهتمة أكتر بكتابات عن المرأة. طب عامة أنا عندي الحقيقة أسئلة كتيرة جدا، موضوعات كتيرة قبل ما تسيبينا، لكن بعد الفصل. الحقيقة بنعود لحضراتكم مع شباب اليوم، مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة أمان التونسي الكاتبة. الحقيقة أنت حضرتك قلتي لي عن موضوع الإذاعة. الإذاعة اللي هي على النت موجهة للفتاة والسيدة المصرية. أيوة. عايز أعرف كيفية التوجيه، يعني إيه المعلومة وإيه الإفادة للبنت والفتاة المصرية؟ أولا أنا بدأت الإذاعة دي في 2008، في شهر 7 2008، وكان في الوقت ده ما فيش أي إعلام موجه خالص للفتيات. يعني كله كان مهتم بشكلهم، ما فيش حد كان مهتم بهم بيقولوا إيه أو بيفكروا في إيه أو إيه مشاكلهم. فبدأنا يعني عملت المشروع، وكان معايا يعني بعد ما بدأت لوحدي كان انضم ليا صحابي واشتغلوا معانا مذيعين، وكنا بنتكلم مهتمين قوي نتكلم البنت وازاي نقف جنبها ونغير في فكرها وازاي تاخد قرارها وازاي تختار اي حاجة، لو عندها مشكلة تتصرف ازاي. ف طب انت كان معاكي اخصائيين نفسيين معاكي؟ في الاول احنا في كنا الاول بنتكلم كلام انتوا عشان بس حابين يبقى في نتكلم في ايه، معلومة. كنا بنتكلم البنات اللي هو حوار مفتوح انتوا حابين نتكلم فيه. وبعد كده قسمناها برامج، عندنا برامج ما بقتش عايشه وبميت راجل، وعندنا اسمه سمعني، وعندنا شويه برامج كتير يعني، كرسي في الكلوب طب واهالينا. بميت راجل انا معاكي، بس تقدر تستغنى عن الراجل في لا، حياتك؟ هي بنت تبقى قيمتها يبقى بميت راجل، قيمتها يعني بتعمل حاجات 100 راجل ما عملوهاش بشخصيتها. بشخصيتها. مش معنى كده ان هي يعني واخده حقها بدراعها يعني، لا، هي الفكره ان هي عملت حاجات ما 100 راجل ما عرفوش يعملوها. طيب استاذه اماني، الحقيقه انت يعني كل تركيزك على الفتاه والسيده المصريه، طب ليه الجنس الاخر ما اخدش حته من اهتمامك او بعض من لا، اهتمامك؟ احنا عندنا برنامج اسمه طب ولاد وبس في الاذاعه، ده برضو غير ده بنتكلم ده بنجيب موازي وجهه نظر الولاد موازي في كده. اللي احنا بنعمله. انا مش ضد الولاد خالص، بس انا شايفه ان البنت محتاجه فعلا، الولد لما بيبقى متضايق او لما بيبقى عنده مشكله بيعرف ازاي يحلها او بيخرج او بيطلع منها، لكن البنت بتبقى مش واخده الحريه الكافيه ان هي تقدر تعمل حاجات كتيره قوي. ففي بنات كتيره جدا مغلوبه على امرها مش عشان عارفه تعمل ايه لا بس عشان الخوف عليها، بالظبط. ما هو الإحساس بيها، اكيد، مش بس كده؟ هي برضو ليها مخاوفها ومشاعرها اللي هي محتاجه ان هي تتكلم مع حد تاني فيها. أو طبعا احنا كلنا فلما بنخاف. تلاقي مكان زي اذاعه بنات وبس تتكلم وتسمع وحاجه بتناقش افكارها، فده يخليها ان هي تحس ان هي براحه اكتر، او ان هي تحس ان ليها مكان في الاخر ان هي بتتكلم فيه او بتسمع حكمه منه كويسه من ناس متخصصين ان هم يقفوا جنبها. وكلنا بنخاف على بناتنا. طيب الحقيقة كان في مقولة كده، ظل راجل ولا ظل ظل حيطه. حيطة،
الكلام ده لسه ماشي والله انا شايفة ان الكلام ده، ولا اتلغى خلاص؟ لا هو فيه، هو شغال لسه، ولا بس عند البعض والبعض لأ؟ هو شغال لسه، بس في ناس، في بنات كتيرة جدا او ستات كمان اللي هي العائل الوحيد للأسرة، يعني هي المطلقة بتصرف على الولاد او أرملة او كده، فطبعا بالنسبة لها ان هي لما تبقى هي المسؤولة عن الأسرة، يبقى كلمة ضل راجل ولا ضل حيطة دي بتبقى ملغية من حساباتها. لكن أي في أي بنات اللي هي مش عايزة تبقى مثلا عانس، فتقول لك ضل راجل ولا ضل حيطة، يعني تتجوز أي واحد وخلاص وخلاص يعني. فهي المقولة بتمشي مع الناس. علاقة العاطفة بالأحاسيس دي، سواء كانت الأحاسيس دي تميل أو لا تميل للعلاقة الأخرى، مش فاهم السؤال. عاطفة البنت البنت، يبقى ليها تأثيرها إزاي؟ إنها ممكن ترتبط بواحد أو لا ترتبط، تستغني. اوكي. لا هو مش، مفيش حاجة اسمها تستغني، لان كل يعني البنت بتبقى اكيد نفسها تعيش حالة الحب والجواز والمرحلة دي من مراحل حياتها. هي بس لما ما بتاخدش فرصتها ان هي تلاقي شباب كويس ان هي تقدر طبعا ترتبط طبعا بيهم، بيبقى عندها حلين، يا اما ترتبط باي حد وخلاص فساعتها بتطبق المثل ده للراجل ولا ده للحيطه، ويا اما بيبقى قدامها حل ان هي لو هي مش هتقدر تتنازل او تنزل على المستوى اللي هي بتفكر فيه من العقليه بتاعت الشاب اللي هي ترتبط بيه، فطبعا المقوله دي بتمسحها باستيكه من حياتها يعني. صحيح. طيب أنا قبل ما أتكلم عن موضوع الحرية عند البنات ومقارنتها بالولاد، أنا عايزة أسألك سؤال. إيه السمات الأساسية اللي بتتمناها كل بنت في أي ولد أو في أي شاب تريد أن ترتبط بيه؟ والله من خلال خبرتي بس في المجال ده، بالعقلانية يعني، مش لا انا مش هقول لك معاه عربي يعني. بص هو مبدئيا واقعيا هي بتبقى عايزاه معاه فلوس وماديا مرتاحه طبعا وكده، ده اللي هو اللي احنا بنحتكي بيه. لكن لو ابتدينا نستغنى عن الماديات وابتديت تشوف بقى الراجل ده من غير اي حاجه خالص، يعني من غير اي امكانيات، فهي عايزه واحد متفاهم يحتويها، مش بيبقى حد بيلعب بيها، يبقى تبقى حاسه بالامان معاه يعني.